أعزائي المشاهدين والمشاهدات، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وكما عودناكم في برنامج قضايا تربوية أن نكون معا في لقاء حول موضوع من الموضوعات التربوية. برنامج قضايا تربوية برعاية برنامج صعوبات التعلم في مركز العودي، هذا البرنامج الذي بحمد الله سجل نجاحات مع الفئات المستهدفة فيه، ويعتبر طاقم الأخصائيين في برنامج الصعوبات في مركز العودي نفسه مستعدا وجاهزا لوضع كل الإمكانات المتوفرة لديه لتقديم المساعدة اللازمة والتدخل المتخصص اللازم للطلبة المستفيدين من خدماته. المشاهدون والمشاهدات، الأخوات والإخوة، في الموضوع التربوي في مدارسنا نقترب من الربع الأخير للعام الدراسي الحالي، واعتدنا أن يكون أنشطة ولقاءات ومسابقات مكثفة، أهمها اليوم المفتوح، الرحلة المدرسية، مسابقات في المجالات المختلفة الثقافية والترفيهية وغير ذلك. طبعا هذه الأنشطة على مدار العام الدراسي، لكن تظهر بوضوح في مثل هذه الفترة من كل عام دراسي، ويطلق البعض عليها الأنشطة اللامنهجية في مقابل الأنشطة المنهجية، والبعض الآخر يطلق عليها الأنشطة اللاصفية مقابل الصفية، لإثارة الموضوع وإثراؤه ولتشجيع الطلبة للمشاركة من قبل البيت والمدرسة. يسعدنا ويسرنا أن نستضيف الأخ والزميل الأستاذ أحمد عمار، رئيس قسم الإشراف في مديرية التربية والتعليم في محافظة طول كرم، ولديه الخبرات الواسعة في هذا المجال. أستاذ أحمد، يسعد مساك. أهلا وسهلا أخي هشام. بداية أنا جدا شاكر لك شخصيا، وشاكر لمركز العودة وبرنامج صعوبات التعلم، وأشكر أيضا تلفزيون الفجر على هذه المبادرة في رعاية أمور تربوية والاهتمام بالأمور التربوية. أهلا وسهلا فيك. أهلا بك في هذا البرنامج. أخي أستاذ أحمد، كيف بنعرف الأنشطة المنهجية والأنشطة اللامنهجية، وإيش أنواع الأنشطة المنهجية؟ المنهجية المنهج، اللامنهجية، وكيف يمكن أن نقسمها؟ يعني خلي البداية بيني وبينك أخي هشام بمشاكسة، لما إحنا بنقول الأنشطة اللامنهجية هو هذا خطأ تربوي شائع. يعني إذا بترجع كثير للأدبيات التربوية مش كثير بتلاقي مصطلح اسمه الأنشطة اللامنهجية، لأنه كل الأنشطة التي تستهدف الطالب هي اسمها أنشطة منهجية. ولي أن أثبت لك ذلك، منذ أن استلمت السلطة الوطنية الفلسطينية زمام التربية والتعليم في 94، رسمت ملامح الطالب الفلسطيني الذي تريد، فقالت بدي أنا طالب مؤمن بربه بعقيدته، يعتز بقوميته بثقافته العربية الإسلامية، ينتمي إلى وطنه، ينفتح إلى الثقافات الأخرى، يتعايش مع التكنولوجيا مع التطور. الآن الطريق الذي توصل إلى هذا الطالب سميناها المنهج. الآن كل ما من شأنه أنه يوصلنا إلى هذا الطالب، إلى هذا المخرج، فهو منهجي. أنا كمشرف تربوي لمعلم جزء من المنهج. الكتاب المدرسي اللي إحنا عادة بنقول عنه المنهاج، أساسا هو مقرر وجزء من المنهاج. الملعب الرياضة هو جزء من المنهاج، طاولة التنس جزء من المنهاج، الرحلة المدرسية، الرحلة العلمية، اليوم المفتوح، كلياته هو جزء من المنهاج على هذه الطريق التي توصل إلى الطالب. فإذا علشان صح المفهوم من البداية، أنه كل شيء هو منهجي، بمعنى أنه ينفذ بشكل قصدي علشان نصل بالتالي إلى مخرجنا بطالبنا بالصفات اللي أنا بديت فيها، اللي هي حطتها وزارة التربية والتعليم في رؤيتها إلى ماهية الطالب الذي تريد. فإذا بدنا نحط أول نقطة أنا وياك أخي هشام، أنه كل الأنشطة منهجية. الآن إذا بترجع أنت في تسميات تربوية، في أكثر، كيف سماها ديوي، كيف سموها الأنشطة خارج المنهج، الأنشطة المرافقة للمنهج، الأنشطة اللامدرسية اللي بينفذها الطالب أو المعلم خارج أسوار المدرسة، أو الأنشطة اللاصفية أو الصفية. يعني بطلق هذه الصفة عليها حسب أين تؤدى، بس بالمخرج النهائي هذا العمل أو هذا الأداء هو مقصود ممنهج، فهو منهجي. أنا بكل تأكيد نعم. إنه العملية التربوية برمتها، كل العملية التربوية هي تسير وفق منهج علمي مدروس ومخطط، وبالتالي فعلا هي ضمن منهج.
حقيقة بتفك أنا وياك على هذا الشيء. لا لأنه هذا من الأخطاء الشائعة. نعم. الشائعة. يعني أقول لك أنا ساعتها مع ولي الأمر ومع المعلم، إذا أنا بدي أقول له أنشط لا منهجي بقول لك وقف يا عمي أنا المهم المنهج عندي. فلكن لما أقول له كل شيء هو منهجي وكل شيء هو مقصود لصالح ابنك ولصالح الطالب، ساعتها بصير عنده القابلية إنه يستمع مشان أنا أقنعه بفائدة وجدوى الأنشطة المدرسية. بكل تأكيد. نعم. يعني جميل جدا ان نستوضح انه هذا المصطلح هو خطا شائع. طب ايش رايك بمصطلح الصفيه ولا صفيه؟ يمكن بالصفيه ايضا ان يكون 100%. الان اذا احنا اتفقنا انه جميع الانشطه هي برمتها موضوعه بشكل قصدي، فباجي انا اقول ما هي تعريف النشاط؟ نعم. بغض النظر وين ادى المعلم، في الداخل المدرسي، في خارج المدرسي، في داخل الصف، في خارج الصف. النشاط يعني خليني هيك أبسطها للإخوة المشاهدين باللغة البسيطة، أنا بقول أخوي هشام نشط، يعني حرك، يعني يكون بعمل. النشاط الأنشطة جامع مفردها نشاط، يعني هي الأعمال، هي الأداء الذي يقوم به الطالب، سواء هذا الأداء أو هذا العمل فكري حركي أدائي، لكن ضروري أن يكون هذا النشاط له هدف يخدم الأهداف التعليمية، مخطط ممنهج يرجع بأثره وفائدته على الطالب بكافة جوانبه النفسية والحركية. بكل تأكيد هناك أهداف لهذه الأنشطة. نعم. طب إيش أهداف الأنشطة هاي على الطالب، على المعلم، الأهل والعملية التربوية برمتها؟ بتعرف أخي هشام، دائما أنا بجوز قبل لا أحكي بالأهداف، بجوز لما أنت تسمع مني أو المشاهد يسمع مني شو نشأة النشاط المدرسي، في إله أمه وأبوه، في إله تاريخ، في إله جذور تاريخية. بجوز وأنا أراجع في الأدبيات تلقيت أنه الأنشطة المدرسية هي كانت مرافقة لعملية التعليم والتعلم منذ القدم. فلما اطلعت على الإغريق كان مصاحب دائما إلى عملية التعليم والتعلم أنشطة، ولا شو فكرة المسرح والخطابة والتمثيل والكوميديا والتراجيديا، هذا كان دائما يرافق عملية التعليم. انظر إلى الرومان مثلا، كان يركزوا إلى طلابهم بالإضافة إلى التعليم والتعلم النظري الأنشطة البدنية، لأنه كانوا بدهم محاربين. لما طلعت على الفترة الإسلامية لقيت الغزالي أيضا كاتب في ذلك أنه بعبارة واضحة أنه أضيفوا إلى طلابكم أو إلى طلبتكم بالإضافة إلى التعليم النظري الأنشطة. فمن هون أنه منلاقي الأنشطة المدرسية هي مقارنة لعملية أو قرينة بعملية التعليم والتعلم النظرية اللي موجودة في داخل الصف. إحنا هون فلسطينيا بجوز إحنا إن وضع استثنائي في كل شيء، حتى في الأنشطة. طبعا حتى في الأنشطة بجوز أنت لو ترجع السياسة الإدارة المدنية في حكم التربية والتعليم بكت دائما تعني بشكل قصدي إنه يكون الطالب وأفق الطالب محصور في المدرسة وجوه المدرسة، مش كثير معنية بالأنشطة إنه الطالب يخرج إلى المجتمع ويتفاعل من المجتمع، يعطي ويأخذ من المجتمع. مزبوط بك في أنشطة على مستوى الرياضة، على مستوى الرحلات، لكن كانت ضيقة ومحصورة. فلما أجت السلطة الوطنية الفلسطينية فتحت الباب، لأنه لها رؤية ضمن شو بدنا من الأنشطة المدرسية. فبجوز يعني بعض الأهالي جذوا شوي من كثرة الأنشطة، لكن إذا هم عرفوا الغرض اللي موضوع منه هذه الأنشطة، على أعتقد راح يكون عندهم تأييد تام إلى تنفيذ مثل هذه الأنشطة. يمكن الأنشطة من اسمها تنشط طبعا، وبالتالي يمكن تثير طرق التفكير الأخرى مثل التفكير الناقد، التفكير صحيح. الإبداعي مثلا. صحيح. يعني في اليوم العالم على ماله بيشتغل على شيء اسمه الصحة الشمولية. صحيح. يعني إحنا زمان بكينا نقول الطالب اللي شاطر بالفيزياء والطالب اللي شاطر في الكيمياء وفي الأحياء هو الطالب المفضل اللي عندنا. هذا بنسميه إحنا الصحة العقلية. طب شو رأيك إنه بجوز طالب معدله 96 و97 و98 لكن مالوش ولا صاحب في المدرسة، ضربة صحة أخرى عنده اللي هي الصحة الاجتماعية. بجوز طالب منطوي على نفسه وإن كان شاطر، ضربة صحة أخرى وهي الصحة النفسية. فالصحة الشمولية هي الصحة التي تشمل
الصحة الجسدية والنفسية والعقلية والاجتماعية والروحية. بمعنى أنه طالبك لما بيكون موجود بغرفة الصف وموجود عندك في المدرسة يجب أن يلبي النظام التعليمي اللي أنت بتشتغل فيه جوانب الصحة هاي كلياتها. لا يعقل أني أنا أعتمد فقط على جانب واحد الذي يغذي وينمي جانب الصحة العقلية. طب الأربع البقية وين هم؟ فالطالب أنا علشان ألبي بيجي هون دور النشاط الذي ينمي، فمنسميها سوية الطفل أو الطفولة السوية اللي هي التي تراعي النماء الشمولي للصحة. فإذا إحنا بدنا نيجي نفصل بأهمية وبفوائد الأنشطة، تعال ناخذ دراسات، نعتمد دراسات، يعني ما نحكيش شيء اعتباطي أو شيء عام. في هناك دراسات عديدة حقيقة قالت أنه الأنشطة اللي موجودة عندنا في المدارس تحمل العديد من الأهداف. أول هدف أنه النشاط المدرسي له علاقة طردية بالتحصيل. بجوز كثير من الناس بتقول لك اطلع قاعدين بيهتموا بالنشاطات وبالرحلات وضيعوا على أولادنا الحصص. كمان شوي بحكي لك شو الشرط اللازم يتسم فيه النشاط المدرسي. قد يكون للوهلة الأولى صحيح والله حصة فيزياء أحسن ما أطلع برحلة بذيال البلد أو خارج البلد، لكن لما عملوا دراسات لكيو أنه أكثر الطلبة، وهي الدراسة طبقت على 351 طالب في أمريكا، أنه الطلبة اللي تحصيلهم عالي هم الطلبة الأكثر انخراط بالأنشطة المدرسية. فإذا أنا بقول للأخ المشاهد وللطالب وللأستاذ في المدرسة أنه مش كثير تنفر شوي من النشاط، لا، النشاط بالتالي عائد الاستثمار فيه راح يزيد لك نسبة التحصيل ويحارب تدني التحصيل ويحارب النتائج المتدنية في المدارس. طيب بدي أبرر لك إياها كيف. ما هو الطالب أخي هشام اللي بده يكون نشط في المدرسة انكسرت الحواجز بينه وبين الأستاذ، صحيح، وانكسرت الحواجز بينه وبين زملاء الطلبة، صحيح، وانكسرت الحواجز اللي بينه وبين المدير 100%. فأصبح يقبل على المدرسة، بحب المعلم، فحب مادته، فأبدع، وحب المدرسة صار منتمي إلها، فصار يعيش بالمدرسة وكأنها بيت ثاني، يعيش في المدرسة بعقله بروحه بجسده، فصار يتعلم من كل إشي، يتعلم من زميله ويتعلم من المدير ويتعلم من المعلم. فبالتالي مردود هذا الحب للمدرسة والحب للمعلم والحب للمادة وين بده يكون؟ بده يكون في زيادة التحصيل. الشيء الآخر هو سيكولوجي، بحث نفسي، وانت أدرى مني فيه لأنك هذا تخصصك. لا ما شاء الله عنك. إنه دائما الإنسان بحب يكون عند حسن ظن الآخرين به، صح؟ يعني طالب شاطر بالأنشطة المدرسية، مبدع، سواء في الرياضة، في الموسيقى، في النثر، في الأدب، بعرفش، بغض النظر، بتعز عليه إنه يكون عند هذا التقدم وهي النظرة العالية من الآخرين حوله، إنه يكون نظرتهم إله في التحصيل متدنية. فشو بده يعمل؟ بده يحاول إنه يرفع من أدائه ويزيد من جهده وطاقته مشان يكون حسن ظنهم إله عالي في التحصيل كما هو في الأنشطة. فبلش هو يشتغل على حاله فبيزيد تحصيله. خذ دراسة ثانية اسمها إنقام بحث، أجري بحث بسموه أبحاث طولية. هالأبحاث الطولية أخي هشام بنسميها تتابعية. هاي بتقعد سنة وسنتين وثلاثة وأربعة، بتابعوا العينة تبعتهم بأكثر من محطة. أجوا عملوا دراسة على طلبة الثانوية، لكيو أنه مجموعة الشباب هذول اللي بكوا يشاركوا بالأنشطة بصف 11 و12 بدهم يطلعوا ما هو مستقبلهم لما تابعوهم في الجامعات. لكيو أنه هذول الطلبة هم الأكثر انخراطا في العمل النقابي والعمل الطوعي ومجالس الطلبة والحركات السياسية وإلى آخره. فإذا الهدف الثاني اللي أنا بدي أحكي لك إياه أن الأنشطة تعمل على تنمية الجانب الاجتماعي والقيادي عند الطالب. طيب إذا عملت الدراسة عليهم في المدارس الثانوية كانوا منخرطين ونشطين، وكان منخرط في لجان طلابية ولجان علمية وفي الإذاعة المدرسية، ورئيس لما راح على الجامعة لقيته هو نفسه برئيس مجلس الطلبة وهي نفسه برئيس دائرة الفيزياء. طب لما طلع إلى معترك الحياة لقيت أنه هو الذي يمثل
البرلمان ويمثل رئيس الشركة ويمثل النقابة ويمثل نقابة الصحفيين ويمثل حركات الاحتجاج. ليش؟ لأنه في له تاريخ وراء. انكسر الحاجز النفسي فأصبحت هاي صنعته أنه يكون مبادر. فإذا الهدف الثاني أنه أنا بخلق من طالبي إنسان مواطنيته عالية تجاه ما حوله. هذا الهدف الثاني. الشيء الآخر نيجي نحكي بعلم النفس. كثير من الطلاب بجوز إحنا أنا وياك لأننا موجودين في المدارس منلاحظ هذا الشيء على أرض الواقع. لكن من مشاكل الطلبة أنه منطوى على نفسه، خجل، بحكيش، ما بعرفش يعبر عن نفسه. كثير من المشاكل النفسية اللي بيعاني منها الطالب الحل الأمثل إلها أنه يشارك في الأنشطة. ليش؟ لأنه هو بده يبطل يصير منطوي، بده يصير مشارك، بده يبطل ما يقدرش يعبر لأنه بده يصير يعبر، لأنه بده يحاور، لأنه بده يروح، لأنه بده يجي. هسا مشان أنا ما خليش الكلام اللي إلي نظري، بدي أحاول أطعم هذا الكلام ببعض الأنشطة والمشاريع اللي إحنا بنشتغل فيها. خذ مثلا في مشروع بتشتغل فيه وزارة التربية والتعليم ويطبق هنا في مدارس الوطن كلياتها، اسمه مشروع المواطنة. هذا المشروع انتقل من مرحلة مشروع من مرحلة نشاط إلى مشروع إلى برنامج، والآن بوضح لك شو الفرق بين أن يكون أنشطة أو برنامج أو مشروع. المشروع أو البرنامج فيه هناك استدامة أطول. نعم أكيد. ليش؟ لأنه إحنا صرنا نخاف على الأنشطة لأنه كان نهاية النشاط هو الفوز، بعدين ما نظل نستنى لسنة الجاي تنفوز وبعدين لسنة الجاي. لكن كيف أنه يكون برنامج ويجذر في العملية التعليمية؟ فصرنا نحول الأنشطة إلى برامج. هذا البرنامج اسمه المواطنة. ببساطة علمنا طلابنا أنه يا طالب أنت جزء من هذا المجتمع، ومش كل مرة تستنى أنه واحد ينزل لك بالباراشوت من فوق علشان يحل لك مشاكلك اللي في المجتمع، أنت اللي بدك تحلها. فبتكون الخطوات تبعت هذا البرنامج كالآتي: بيجي بيحصروا الطلاب مجموعة المشاكل اللي بيعاني منها المجتمع تبعهم، القرية أو المدرسة، بصنفوها، بالأخير بردوا يعملوا تصويت، انتخاب مثلا. برأيكم مين هي المشكلة الأكثر إلحاحاً إن إحنا نبحث فيها؟ فبقعدوا بفكر الطالب، بحط معايير لتحديد المشكلة، فبنيجي بنقول هاي المشكلة، بعدين بحط فرضيات لحلها وبسعى إلى حلها. فخذ مثلا طلبة كفر صورة ثانوية، طلبة صف ثامن. طالب صف ثامن بمنظوري منظورك ومنظور الأهالي أنه ولاد، بركينش عليه يوقف بإذاعة مدرسية، بأمنوش أنه يجيب برنامج الكتب يوميا. هذول الطلاب اشتغلوا على مشروع ضخم جدا اللي هو إزالة مكب النفايات عند منطقة الكفريات، محل ما بتيجي وبتروح وبتيجي يوميا. أنا لا أدعي أنه اللي زال المكب النفايات اللي هم طلبة كفر صور، لكن أنا بجزم أنه كانوا أداة حراك فاعلة. علقوا الجرس وتابعوا. أنا الآن بعطيك تفصيلات تستغرب منها. الطالب طبعا الصف الثامن طبعا أخذ في العلوم، مشان أقول لك كديش مردوده التعليمي، أخذ في العلوم أنه في تلوث للتربة وللهواء وللماء، والتلوث بيعمل مشاكل صحية وبيعمل مشاكل في الزراعة وبيعمل مشاكل في المياه الجوفية. الآن هاي العلوم النظرية أني أخليه يطلع يعاركها في الحياة، جربها طالبنا لما راح. فعملوا مقابلات لكل منطقة الكفريات، لفرعون، لكفر صور، للراس، أنه شو المشاكل اللي بتعانوا منها. صاروا يعرفوا مين هي الجهات اللي مسؤولة اللي بتقدر تساعدنا، فراحوا للصحة وراحوا للبيئة وراحوا للبلدية. فالآن هذا الطالب اللي مبارح بكيتش أنا مركن إنه يوقف إذاعة مدرسية، صار يوقف ويعمل مقابلات مع رئيس البلدية أو عضو مجلس تشريعي، يعمل مقابلات مع عضو مجلس تشريعي أو يعمل مقابلات مع رئيس بلدية. هذا النشاط شو عمل؟ كسر حاجز الخوف والخجل عند الطلاب. طيب لما جينا حاكمنا نشاط الطلاب، سلامتك يا هشام. الله يسلمك.
طب نشرب ميه انا وياك معنا. فيها برغم اني يعني في بعضهم اني ما فزت فيهم وبعضهم اني عادي، بس ما خلتني اسهر في الليل، ما اثرت علي، بالعكس يعني خلتني اتقدم وابدع بكثير شغلات، حتى المديره بذاتها يعني اكتشفت في مواهب اكثر من هذا. وبشكر كمان الست الانسه بسمة الاعرج انها ساعدتنا على نشارك فيها، وهسه احنا قاعدين بنقدم في قطار المعرفه وهي نقرا ومشاركين فيها، ومش رح تاثر علينا يعني ان شاء الله تاثر علينا تاثير ايجابي. كمان انشطه لا منهجيه بيقوم الطالب بالتنويع عن الشيء الروتيني المتعود عليه انه بس دراسه ترويح على بيته وهيك، فانه هذا ممكن انه يقوي من ذاكرته، بقوي شخصيته، بخليه يتعامل مع الناس بصورة أفضل، بشيء بيكون ممكن يهذب من الشخص نفسه، فإنه هي بتساعد على الطالب كتير، بتعطيه كتير محفزات كمان ممكن، وإذا يعني ممكن إنه بيفوز لما يكون في مسابقات بيفوز وبيخسر، فإنه هذا كمان إشي محفز وبيشجعه. أصلاً يعني إذا الواحد عرف يفصل بينها وبين الدراسة العادية بعرف يمارسها وبيستفيد كتير. يعني أنا الأولى يعني وعرفت إني مارس أنشطة كتير وشاركت بمسابقات ثقافية يعني، وعادي وما أثرش عن معدل أبدا. يعني إذا الواحد عرف يفصل ونظم الوقت يعني ويساعد حاله إنه ينمي مهاراته أبدا يعني بأثرش، بالعكس بينمي ويساعد إنه يصير واحد يسقل شخصيته، يعني بيكون إنسان مثقف أكثر. أنا بمارس هسا نشاط القراءة، بقرأ كتير من القصص خصوصا لكتاب فلسطينيين عشان أعزز ثقافتي ومعرفتي، وهذا إيش كتير بفيدني بالمستقبل. وبشكر كتير معلماتي عشانهم دعموني وساندوني إن أشارك بهيا نقرأ، وإن شاء الله إنه يكون تنظيم وقتي دافع إنه لما أكبر أكون برضو أنظم وقتي ويكون مستقبل زاهر إن شاء الله. النشاطات المنهجية أكيد يعني بترفع من مستوى ثقة الطالب بنفسه، وبصير بيحس بمحفزات يعني إنه هو قادر يعمل أشياء غير الدراسة، غير الأشياء العادية يعني الروتين العادي، فهذا بيكون محفز للطالب. لا شك إنه النشاطات اللامنهجية بتخلي الإنسان يعني يسعى للتفوق. طبعا كل إشي اللي بنحتاجه إنه تنظيم الوقت. نشاطات اللامنهجية في المدارس إلها إيجابيات كتير كبيرة، بتنمي مواهب الطالبات وبتصقل شخصيتهم، بتنمي مهاراتهم، بتشجعهم، بس في نفس الوقت إلها سلبيات إنه ممكن بالنسبة لزخم المناهج المدرسية تأثر على دراستهم، خاصة إنه الطالب اللي بدها تشارك في هاي النشاطات تضطر في بعض الأحيان إنها تطلع من حصصها وتغادر المدرسة في بعض الأحيان للمشاركة في هاي النشاطات، فهذا الإشي ممكن يأثر على دراستها. أنا مع النشاطات اللامنهجية في المدارس وفي كل مكان، يعني لأنه فرصة إنه الطالب يفرغ اللي داخله، سواء كان نشاط فني رياضي تفريغ نفسي، هاي مهم للطلاب، لكن في بعض الأحيان في المدارس بيكون زيادة عن اللازم، مثل الفن في المدارس بطلبوا طلبات من الطلاب مكلفة للأهالي. يجوز أنا عندي ولد ولدين بإمكاني أجيب هاي الطلبات، لكن لما يكون عندي 4 و5 في ظل الوضع الحالي الاقتصادي هذا بسهم في تكلفة مادية صعبة. بنأمل من معلمات الفن لما بدهم يعملوا نشاط فني إنه يكون بطريقة جماعية. النشاط اللامنهجي في بعض الأحيان بيكون في وقت غير مناسب للطلاب، يعني شهر 4 معظم الأهالي بتعتبره شهر فيش فيه دراسة، شهر للنشاطات، وهذا الحكي احنا ضده. مرة اخرى اعزائي المشاهدين والمشاهدات، بعد عرض التقرير أستاذ أحمد، من خلال التقرير الطالبات تحدثن عن أنه هذه الأنشطة تساعد
الطلبة على تذوية عادة تنظيم الوقت القراءة، وتحدثوا عن مشروع في المدرسة هيا نقرأ، صحيح. التفوق، تنمية مواهب الطالبات وهذه الأمور. وكنت حضرتك كمان تحدثت عن موضوع البرامج التربوية وهاي المشاريع الموجودة وبتنفذ في المدارس من خلال المديرية، وأهمها مشروع المواطني. ياريت تفضل نكمل عن موضوع المواطني. يعني وأنا أستمع للتقرير في هناك ملحوظتين، كيف رأي الطالبة المنخرطة اللي شافت الأثر على نفسها وعلى أدائها، ومن وجهة نظر المعلمة اللي المعلمات إذا لاحظت في التقرير حكين جزء مؤيد إلى النشاط وجزء آخر نظرت إلى النشاط من ناحية إدارية بأنه عبء، بأنه بضيع وقت، بأنه بضيع حصص دراسية. بس يعني أنا خليني أرجع إلى المربع الأول وأيد كثير الطالبات بأنه هو فعلا أن الأنشطة لها علاقة بتقدير الذات والرضا عن الذات. وأنت بتعرف لما أجا ماسلو بده يقسم الاحتياجات حط في رأس الهرم اللي هو التقدير عن الذات. يعني أنا لو أرجعك بس كمان شوي لابن كفر سور، طبعا والأمثلة كثيرة وكلاتها مستحضرها في الذهن، أنه ابن كفر سور ابن الصف الثامن قديش درجة ثقته بنفسه أخي هشام لما أجا يقعد مع المحافظ ويعمل مقابلة مع رئيس البلدية، ويعمل مقابلة مع مدير التربية، ويعمل مقابلة لما فاز على مستوى الوطن وأجت معالي لميس العالمي أعطته الجائزة بإيده. هاي محطة تاريخية بالنسبة إله. يعني حتى لو بده بالمستقبل يرجع لورا شيء من المحطات بذكر هاي المحطة. وعلى فكرة بجوز تستغرب، هذول الطلاب سفرناهم على أمريكا في مسابقة دولية، لو حالفهم الحظ بالتعبير باللغة الإنجليزية واستخدام التكنولوجيا والآي تي أخذوا الجائزة الأولى على مستوى العالم في المدارس المشاركة. هذا الطالب لن ينسى هذه المحطة ما حيه. ليش؟ أصبحت جزء من شخصيته، جزء من تركيبته، من تكوينته. الآن حتى لما رجع من أمريكا مش بالأول عمل على حل مشكلة النفايات، بكرة أي مشكلة بدها تواجهه في المجتمع بده يعمل على حلها، وبده يسعى إلى حلها ويبقى عارف مين هي الجهات المسؤولة. فإذا الأنشطة الأنشطة خلينا أسميها المنهجية لها علاقة بتقدير الطالب للذات وللرضا عن الذات. لفتوا انتباه لشيء مهم، أنه الأنشطة المدرسية لها علاقة باكتشاف الموهوبين واكتشاف القدرات. يعني أقول لك إحنا مندرس بالجغرافيا عن النفط، صحيح؟ نعم. يعني هو لو الغرب بالتقنية تبعته ما منش علينا وما خلناش نكتشف النفط ظل تحت الأرض إلى يوم القيامة، صح؟ نعم. نفس الشيء الموهبة ونفس الشيء القدرة. هسا شو هو المثير اللي أنا بدي أحفز فيه هذا الطالب مشان أطلع هذا المكنون الداخلي، هذا الكامن من قدراته اللي هي الأنشطة. نعم. وعلى فكرة قد يكون الموهبة إذا لكت من يكتشفها ومن يرعاها ومن يستثمر هذه الرعاية بتغير مسار حياة شخص. هو المرحوم محمود درويش شهرته لأنه كان شاطر بالفيزياء. نظم الشعر، صحيح. المرحوم عزة الغزاوي على الرغم من أستاذ في بير زيت، وعلى الرغم من أنه المرحوم عزة الغزاوي كان نقابي وكان مناضل، لكن اللي شهره شهوني كتابته وقصصه. غسان كنفاني مناضل لكن اللي شهره قلمه. بجوز أنت اللي يشهر طالب أو طالبة موهبته سواء في الموسيقى أو في الغناء أو في الشعر. يعني الطلبة لما حكوا عن القراءة، إحنا في واحد آذار أقرت جامعة الدول العربية أنه واحد أذار هو يوم اللغة العربية. إحنا في طول كرم في عنا اهتمام في أجندتنا كمديرية بأنه مهتمين باللغة العربية، فأقمنا احتفال في قاعة العدوية. العروض اللي قدمناها هي أفضل ثلاث عروض لكل المشاركات في كل المدارس. أنت إذا بتطلع على طالبة التاسع والعاشر اللي كتبت قصيدة، إذا لك يتمنى يرعاها هاي ويستثمر هاي الرعاية فهي شاعرة. نعم. وشوف هدوة تقان وشهرتها، هي شاعرة. كيف أنه طالب يمسك العود ويغني الأرض بتتكلم عربي، غناء بتظل موهبة. الآن بظل دورنا إحنا كنظام تعليمي وكمعلمين كديش عنا القدرة على الاستمرارية في رعاية هذه المواهب. فالأنشطة المدرسية أهدافها الهامة هي اكتشاف المواهب ورعاية هذه المواهب. فإذا إذا أنا بدي أعود هيك شوي بتلخيص، حكيت عن التحصيل، حكيت عن
الرضا عن الذات وتقدير الذات، حكيت كديش إلها علاقة في المشاركة المجتمعية وكديش هو بده يكون منخرط في المجتمع، حكيت عن البعد القيادي للطالب، والطالب اللي حكت عن تنظيم وقتها وعلاقتها بالآخرين. إحنا اليوم منشجع شيء اسمه تعليم الأقران، حتى عنا في قسم الأشراف صرنا في منهج جديد اسمه أشراف الأقران. أنت بتفكر الطالب اللي بيطلع مع مجموعة من الطلاب بيروحوا يعملوا بحث أو يحلوا مشكلة، ما هو بتعلم من زميله. قد يكون بتعلمش مني أو بتعلمش من المعلم، لكن أنا أعطيته فرصة أنه يتعلم من زميله. الفضل لمين؟ الفضل للنشاط اللي خلاهم يشتغلوا مع بعض ويتحركوا مع بعض. لأنهم بينهم كمان لغة مشتركة 100%، أكيد، ومفيش بينهم حواجز. وبجوز أكثر قربا على بعض كمان وأكثر تأثيرا على بعض، لأنها لغة الشراكة أكثر بتسود في بينات الأقران، إنه يلا مع بعض نعمل كذا، يلا نساوي مع بعض المشروع. بالتالي إذا استثمرنا التعليم والأنشطة التعليمية الممنهجة، تأكيدا على موضوع أنه على الخطأ الشائع المنهجي، يمكن يستفيدوا من بعض أكثر. وهي أنا يعني بقدر أفتي وأبت بها وأقول أنه أفتي وأبت بها أنه أقول أنه كان في هناك عملية تعلم من بين الطلاب من بعضهم البعض عن طريق العمل. وأحيانا كثيرة بيكون هدف النشاط أخي هشام أن أقرب الطلاب من بعضهم البعض. مثلا المعلم بحنكته، ما هو بيقدر النشاط على فكرة، يمكن فاتني أني أقول لك أنه يؤدى بشكل فردي أو زمري أو جماعي. أنه أنا بدي ألف بين مجموعة من الطلاب، أنتوا اعملوا هاي المهمة، أنتوا روحوا على مكتبة البلدية في طول كرم، أنتوا مع بعض زوروا رئيس البلدية، أنتوا مع بعض روحوا جيبوا هاي المعلومات من جامعة النجاح. السفر والعشرة والعمل والتعب والبحث والجلد والمثابرة فيما بينهم بيخلق نوع من الألفة، وبجوز استثمار صحبتهم مع بعضهم تفيدهم كما أفادتهم الدراسة. صحيح. فكديش أنا بدي أحكي بجوز من هون لآخر الحلقة عن أهمية الأنشطة، لا أفيها من حيث الأهمية، لكن بجوز بسوى أنه أنا أبين للمشاهدين كيف مستويات الأنشطة اللي موجودة في مدارسنا. بجوز أنا لو أطلع أنا وياك على شاشة التلفزيون أو الفجر، يعني مثلا اليوم كنا في زيتا وكان معنا ناس من الأجانب من القنصلية الأمريكية في إشي اسمه مكتبة العربية، يعني تمنيت لو الفجر جاب ريبورتاج من هناك مشان المشاهدين يشوفوا طالبات الصف الأول وطالبات الصف الثاني، وهن بعمل الدراما وهن بكرين قصص وهن بعمل المحاكاة وبمثلن. طب ما طالب الصف الأول والصف الثاني مغلبني بالأحرف وبالأعداد، صح ولا لأ؟ منين صارت إله القدرة إنه يعمل دراما ويعمل تمثيل؟ لما أنا دربته. إذا أنا وثقت بقدرة الطالب وحفزت هذه القدرة، ثق تماما رايح يخرج من الطالب أشياء أنا مش متوقعها. فهذول الطلاب اللي إحنا زرناهم اليوم في مشروع مكتبة العربية أعطوا نموذج رائع جدا جدا بشغلهم مع بعضهم، بكيف النشاط يؤدي إلى بناء الشخصية. الأنشطة اللي موجودة على أكثر من مستوى أخي هشام. إحنا كل سنة بداية العام الدراسي تجينا مطوية من الوزارة من إدارة عامة اسمها الإدارة العامة للنشاطات، اسمها الخطة السنوية للأنشطة للعام 2012 والسنة القادمة لـ 2013. هاي الأنشطة بتكون متنوعة وبشكل قصدي من الوزارة، إنها تكون ثقافية، تكون رياضية، تكون دينية، تكون علمية، تكون تكنولوجية، تكون في كل الجوانب. ارجع للكلام الأول، الذي يراعي نمو الصحة الشمولية. صح؟ صح. ما بدي ركز بس على الثقافة، برضو على البدن وبرضو على الدين وبرضو على الاعتقاد وبرضو على الثقافة. الآن هاي الأنشطة اللي بتيجي إحنا كمديرية منوزعها على المدارس، المدارس بتحط في خطتها السنوية إنه لازم معلم اللغة العربية يبقى عارف إنه في بواحد آذار يوم اللغة العربية. معلم التاريخ لازم يعرف إنه في عنا بثلاثين آذار بدنا ليوم الأرض، في عنا الألبوم القدس، فبلش جاهزيتهم واستعداداتهم من البداية، وبكون الهدف المشاركة والفوز. تعزيز المشاركة والفوز. المستوى الثاني من المسابقات، وعلى فكرة طول كريم لها بصمة رائعة في المسابقات اللي هي على مستوى الوزارة. يعني بجوز أنا اليوم الصبح عن قصد رحت لزميلي في قسم الأنشطة الطلابية
لقينا حالنا مركز أول رياضة، مركز أول جمباز، مركز أول في معظم المسابقات على الرياضية الوطن. على مستوى الوطن أيضا، حتى على مستوى إقليمي. العام الماضي طالبة من بنادر الأخصون الثانوية في الخطاب وفي اللغة العربية فازت على مستوى طول كرم، فازت على مستوى الوطن، ورشحت لأن تمثل فلسطين في لقاء إقليمي عربي في مصر. قبل الأحداث، قبيل الأحداث، فتطلع كيف المحطات وكيف الإنجازات. شوف ابن طول كرم الطالب اللي راح مثل فلسطين في قطار المعرفة في قطر. يعني فاز على مستوى الوطن هون وفاز على المستوى الإقليمي في قطر. يعني قديش أنا أثق بقدرة الطالب، قديش هو بيكون الطالب عند حسن ظني فيه. هذا المستوى الأول اللي هو مستوى الوزارة، بتكون التصفيات على مستوى الوزارة. المستوى الثاني اللي هو مستوى المديرية، في لكل مديرية من المديريات الوطن خطة إلها. من ضمن هذه الخطة إشي اسمه خطة الأنشطة. إحنا في طول كرم في عنا خطة أنشطة فاعلة، مثلا هي نقرأ الآن شغالين عليه، والسبت القادم كل مشرفين اللغة العربية رايحين يكونوا في تحكيم لهيا نقرأ. قلنا للطلاب شو يقروا، يلخصوا الكتب اللي هم يقروها، شو استفادوا، مشان نثري المخزون المعرفي وقاموس اللغة عندهم. وكنا بشكل قصدي هذه المرة انه نحط القصة اللي بين ايديهم قصص وطنية لكتاب وطنيين فلسطينيين، مشان نستثمر بعد آخر، بعد الوطني، بعد الانتماء إلى الوطن، بالإضافة إلى الثقافة. نعمل التصفيات ومنكرم الناس اللي على مستوى المديرية. أقل مستوى اللي هو مستوى المدرسة. كل مدير مدرسة له الحرية بما يتلائم مع أهداف الوزارة وأهداف المديرية، مع الخطوط العريضة، إنه يبني خطة أنشطة له، بحيث أنه يكون عائد الاستثمار في هذه الأنشطة لصالح العملية التعليمية ولتحسين جودة التعليم اللي موجودة في مدرسته. بجوز في شيء آخر غايب عن البال، المقررات الدراسية اللي هسه بطلنا أنا وياك نسميها منهاج، اللي هي جزء من المنهاج، أيضا موجود فيها أنشطة. بكل تأكيد. يا سلام. مثلا أنا أجيب لك مثال، وجايب معاي على سبيل المثال للحصر. أنا لما بأخذ التربية المدنية للصف التاسع، أي درس بدي أنا أكتبه كمؤلف، أنا اشتغلت في التأليف في المناهج، بوقف المؤلف حيران، بدك تكتب له عن المسائل والشفافية، عن الديمقراطية، أكثر من صفحة صفحتين تقدرش تكتب له، صح ولا لا؟ للدرس الواحد. طيب بقية المعارف والمهارات والقيم اللي بدك تعطيها للطالب، طب وين بدها تروح؟ فشو بتروح تعمل أنت بذكاء؟ باجي برفك له إياها على شكل إيش؟ على شكل بحثي. نشاط مثلا. هاي أنا بدي أكرس العمل التطوعي لمين؟ لدى طالب الصف التاسع. إن أقول له شو العمل التطوعي وشو أهميته بشكل نظري، قد وقد لا يعزز اتجاه أو قيمة إيجابية، صحيح؟ لكن أنا رحت كلفته بنشاط، طلع مثلا النشاط شو بقول. أنا مثلا النشاط الثاني، أنا بدي أقوم أنا ومجموعة من الطلاب بعمل طوعي بشكل فعلي في البلد أو في المدرسة، بتنظيف المدرسة أو تنظيف الشارع الرئيسي. الآن الطالب طلع هو وزملائه، خرج من جو المدرسة، من جو الانضباط، من جو الجرس، من جو الخمس دقائق، إلى جو في حرية أكثر، لكن في تعلم. قد يكون هناك في تعلم معارف، لكن هنا أيضا في تعلم قيم واتجاهات وسكن مهارات. وكأنك بتقول أنه نبقي الباب مفتوح للتفكير لدى الطالب. نعم. على مصراعي الباب يكون مفتوح، بحيث أنه يبدع الطلبة باختيار الأنشطة اللي بيشوفوها مناسبة في المجتمع الفلسطيني لتشجيع العمل التطوعي. رائع جدا، وهذا شيء رائع. وكمان لفت انتباهي كمان في قمة الروعة أنه تبدأ من الوزارة تضع خطة على المستوى الأول على مستوى الوطن، إنه بدنا نوصل لهذه الأهداف. على مستوى المديرية كمان هذا له علاقة بالمرونة، صحيح. محافظة طول كرم إيش بدها، محافظة رام الله، محافظة الخليل، وكمان على مستوى المدرسة. وهذا بيأشر كديش بتراعي وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية موضوع المرونة في المنهج الفلسطيني. هذا في قمة الروعة ومتكامل. يعني أكثر نظام يكتب له النجاح في أي مجال إذا اتسم بالمرونة. لأنه صفة المرونة تعني الاتساع لكل مستجد. وبجوز هسا إذا أنا بدي أحكي في شيء الشروط الواجب توفرها في النشاط، بقول لك أهم شيء المرونة، لأنه ما تقيدوش. فمثلا خلينا نرجع للطالب اللي طلع ونظف.
بجوز لو أقعد نص ساعة وأنا أقول له أهداف العمل التطوعي، بس لما طلع واشتغل ثق تماما أنه عرف شو هدف العمل التطوعي بالعمل. وهذا منهج جديد اليوم في التعلم اسمه التعلم بالعمل أو التعلم بالخدمة. وفي أبحاث اليوم بتقول أن الطالب يتعلم بروحه، بعقله، بجلده، بكل مدخلاته الحسية. فهو طلع وعاشر الناس ومسك المصلحة وكنس الشارع وصار شاف الشارع أنظف وشاف الجيران وهم يجيبوا له العصير وصاروا يحترموه وصاروا يعرفوا اسمه وصار في ألفة أكثر بينه وبين الطلاب. لما يرجعوا على الحصة الصفية لو جيت سألتهم طلابي شو فائدة العمل التطوعي، بتلاقي أنه راح يسردوا لك عدد النقاط قد اللي موجودة في الكتاب على مرة أو على مرتين أو أكثر. فاللي أنا بدي أقوله، الأنشطة المفصلة في المقررات هي عادة بتكون بهدف تكملة المحتوى، لأنه أنا مش قادر أكتب كل شيء. يعني أنا تاريخ الصف السابع عن الحروب الصليبية بدي أكتب عن صلاح الدين، ما أنا لو أكتب عن صلاح الدين ما بخلصش، صحيح؟ فأنا بضطر أني أكتب صفحة صفحة ونص، لكن التكملة أني أعلم الطالب عن طريق النشاط ملكات البحث، البحث والاطلاع، ملكات أنه يقرأ، ملكات أنه يزور المكتبة، ملكات أنه لما يقعد على الإنترنت لساعات ما يروح على مواقع عائد الاستثمار فيها مش لصالحه، لا بدي أجبره أنه يقعد على هو قاعد على الإنترنت أنه يفيدني. طب هل للأهل دور مثلا أو حيز أو مساحة في هذه الأنشطة؟ 100% 100%. يعني أنا لما باجي بقول أنه وهذا موضوع برضو شغالين عليه في طول كريم، ولنا أنشطة وبنتأمل من الإعلام أنه يكون رديف أنه في شيء اسمه المشاركة المجتمعية، واليوم العالم كله بيشتغل عليه. زمان الناس كانت تفكر أخي هشام أنه ابني لما بمرض الطبيب اللي بيشفيه، نعم، ولما بده يجوع الدكانة بتجيب له الأكل من الدكان، ولما بده يتعلم المدرسة اللي بتعلمه، وكأني أنا ماليش علاقة. اتطور المفهوم شوي، كنا صرنا نقول المجتمع المحلي مؤيد ومناصر، لكن الآن لا، بنقول المجتمع المحلي والأسرة هي شريك. مفهوم الشريك يعني إلك في الرباح وإلك في الخسارة. يعني ما بدي أحط احتياط مدير المدرسة لما الأولاد بيكون التحصيل تبعهم متدني وسلوكهم سيء، وأنا بقولوش شكرا إلك لما بيجيبوا من الأوائل، لا أنا إلي في الأولى وإلي في الثانية. إذا كان هذا في التعلم والتعليم، أيضا هذا في الأنشطة المدرسية أو اللامدرسية. فالأسرة لها دور مهم جدا في التسهيل، في إنها توفر للطالب، إنها توفر لابنها، إنها تبين لابنها إنه هذا مش عبء إضافي، هذا جزء من المنهاج. وعلى فكرة إذا الأسرة والمدرسة ممثلة بمديرها والمعلم والمشرف عرف ما الغرض من النشاط المدرسي، أنا أشبه لك إياها بشغلة. شايف هذا 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 المقرر، إذا حس المعلم إنه النشاط اللي ودته مديرة التربية أو الوزارة أو المشروع، إذا حس إنه حمل إضافي بقول لك نعم، تكلت الحمل علي، يدوب أختم المنهاج، بكفيش 27 حصة، بكفيش فيش استراحة، بكفيش، ببلش يتولول يحكي بالحمل الإضافي. لكن إذا كان له بعد رؤية وكان في هناك فلسفة واضحة للي أعطاه المشروع وقال له اسمع، هذا النشاط مش شيء إضافي، هذا النشاط هو جزء من ضمن المنهاج، من المنهاج اللي له علاقة في سوية الطفل وفي تعلم الطفل، فمعناته هو بقول لك فعلا أنا إذا قمت في هذا النشاط وكأني أنا أفدت الطالب، فيقبل عليه يقبل عليه بنهم وباندفاع. فالأسرة نعم لها دور رئيسي. بنلاحظ في هناك شوية اعتراض من الأهالي تحديدا فيما يخص بالرياضة وفيما يخص بالتربية الفنية، وأنا هون بحب أقول في هذا اللقاء أنه التربية الفنية، حصة التربية الفنية لا تقل أهمية عن الفيزياء وعن الكيمياء. نعم. وأنا يعني بجوز بعجب من المعلم أو المدير أو من الأهالي، بس لومي أكثر على المعلم والمدير اللي بعطي أولويات رياضيات، فيزياء، نعم، كيمياء، طب والتربية الفنية؟ طب علم، علم بحد ذاتها، واتفقنا في بداية الحلقة أنه الصحة أصبحت صحة شمولية. يعني التربية الفنية تنمي جزء من سوية الإنسان، من صحة الإنسان، من كمال الإنسان،
وحتى التربية الرياضية حتى لو لم يكن لديه ميول فنية يعني دربه متدنية نعم علمه. هي جزء من التفريغ، هي جزء من إثارة الخيال عنده، بالتالي بيستثمره في حصة الفيزياء 100%. نعم. ويعبر يعني احنا في التربية المدنية اليوم في الأساليب الحديثة انه كيف يعبر بالرسم حتى في المكتبة نعم. العربية حتى في فهي نقرأ. انا قاعد بقرأ في بحث عن الرياضة بجوز استغرب انه بجوز في بعض المعلمين ببادر ومشكور جدا هذا لحرصه انه مشان اختم ولانه توجيهي بدي اعطيهم حصص اضافيه على حساب الرياضه. لقيت انه الباحث شو بقول؟ بقول اذا كان الطالب معدل باخذ حصه واحده في الاسبوع رياضه هذا ينمي فقط 4% من احتياجاته الحركيه. اذا باخذ حصتين في الاسبوع 11% كمل الدراسة. نعم. بقول بقية حركات الطالب في المدرسة ما بين طارد بالساحة وما بين راح اشترى من المقصف وراح شرب مية هذا له 20% و11 31% من الاحتياج. طب نعم. أنا قاعد بسأل و69% اللي ضايلات كاحتياج حركي بدني جسمي عند الطالب أنه اللي بدي لبيها أنا بقول لك الأنشطة بقول فإذا أنا أعطي. فلما يجي ولي الأمر ابنه لتربية فنية ولا تربية رياضية يكون في هناك وعي مسبق من الأهل إنه هذا لصالح سوية ابني ولصالح تحصيل ابني وانخراط ابني في العملية التعليمية. بكل تأكيد كما بدأنا اللقاء بالحديث إنه الصحة الشمولية وإنه العمل بصير له علاقة بتنمية جوانب شخصية الطفل سواء الفكرية أو المشاعرية صحيح. أو السلوكية. إذن بتفق أنا وياك أستاذ أحمد إنه كليات المكملات لبعض، وبالتالي يمكن من خلال الأنشطة هاي إن نرفع مستوى الطالب الأكاديمي، يعني العلاقة طردية ما بين التحصيل والسلوك 100%. بدقيقة واحدة أستاذ أحمد إيش حابب تحكي لأخواننا وأخواتنا المشاهدين والمشاهدات؟ بعد شكري لهم لاستماعهم لهذه الحلقة، أنا بتمنى شو هو الشكل اللي تكون عليه الأنشطة المدرسية، أنه تكون الأنشطة المدرسية مصدر للتعلم للطالب وتكون مصدر تعليمي أو وسيلة تعليمية للمعلم، أنها تكون مخططة مش عشوائية، أن تكون هادفة ليس فقط لإجراء النشاط، لأنه ساعتها بصير فعلا عبء للطالب وعبء للمعلم وعبء للأهالي، أنه تكون مش بمستوى واحد وإنما بمستويات تراعي فروقات الطلبة وقدراتهم العقلية والنفسية والحركية. حقيقة بحاجة الوقت أطول لإثراء الموضوع جزيلاً. لكن الوقت داهمنا. في ختام لقائنا لا يسعنا إلا أن نشكر الأستاذ أحمد عمار رئيس قسم النشاطات في مديرية التربية والتعليم طول كريم على هذا اللقاء، والشكر إلى برنامج صعوبات التعلم في مركز العودة وتلفزيون الفجر الجديد، والشكر الأكيد لكم أنتم المشاهدين والمشاهدات، ونستودعكم الله على أمل اللقاء بكم في موضوع جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.